سألنا سؤال، مين اللي بيشعر بالألم؟ هل هي النفس أو الجسد؟ هذا السؤال. عشان نجاوب على هذا السؤال إخواني، أخذنا مثال وقلنا سنضرب مثال لإنسان مريض في المستشفى، جالس على سرير العمليات، على طاولة العمليات. شو بيتم إعطائه؟ بيتم إعطائه تخدير كلي، بنج، يعني بيبنجوا يخدروا. هلأ عند التخدير أو التبنيج شو بصير في هذا الإنسان؟ مثابة النوم، كأنه بنام. فلما ينام هذا الإنسان شو بيخرج منه؟ تخرج النفس. شو بتم موجود؟ الروح والجسد. هلا الروح والجسد موجودين على الطاولة. لو أنا جبت مشرط وقمت بمزع جسد هذا الإنسان، هل يشعر بألم أو يصرخ من الألم؟ ما بشعر. فمعنى الجسد يتألم ولا لا يتألم؟ لا يتألم، الجسد لا يتألم، ما في ألم يحدث على الجسد. الألم بحدث على مين؟ على النفس. يعني لما تكون النفس موجودة وأجي هأذي الجسد بأي طريقة، بشعر الجسد بالألم. ليش؟ لأنه النفس موجود. معناه الألم يقع على النفس وليس على الجسد.